أطلب البراءة لكل المخطئين، بل أطلب إعدام كل الظروف السيئة. غيروا الظروف يتغير الإنسان. إن هؤلاء البشر ليسوا بحاجة إلى عقاب، بل هم في حاجة إلى علاج. إن السجن مدرسة يدخل فيها المجرم صغيرا، حلو كده، إلى يتعلم كيف يصبح مجرما كبيرا. سيدي القاضي، إن في داخل ضمير كل منا يعيش عابث صغير متوالي، وفي داخل ضمير كل منهم شيخ كبير ناضج، فليس منهم شيطان أو إبليس، وليس منا نبي أو مسيح. كلنا، أنا وأنتم سيدي القاضي، هو هذا المكان.